والولاء، وهذه سبعة خلت من شهر الله المحرم الحرام الأصم مفتتح العام الأربعين وأربعمائة وثمانية من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه السيرة العبدة والأيام النظرة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن في غزوة حنين. هذه الغزاة التي ذكر الله عز وجل باسمها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ووصلنا إلى أن الكرة قد رجعت إلى المسلمين على الكافرين، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأبي داود وغيرهما أخذ حفنة من تراب ونزل من على بغلته صلى الله عليه وسلم، ثم ألقاها في وجوههم وقال: شاهت الوجوه. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: فما بقي وجه من وجوه الكفار إلا لحقته من هذه الحفنة، إلا لحقته من هذه الحفنة وأصابته في عينيه، وانقلبت الدائرة للمسلمين بعدما نادى النبي وقال: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية عما قريب 1500، والنبي قال في فضائلهم: أنتم خير أهل الأرض ذلك الزمان رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستحثهم لينالوا من رقاب الكفار، فعند البزار قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم وجزوهم جزا. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قتل كافرا فله سلبه. يقول أنس راوي الحديث: فكان أبو طلحة قتل 20 رجلا وأخذ سلبه. يعرفون السلب عاد السيف، والآن تلقى بمئات الآلاف من الريالات، وتجد دروعا وأشياء يعني مبالغ. وحتى سبحان الله يقول أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري وغيره، قال: وقتلت رجلا فأخذ غيري سلبه، قال: فجلست على طريق الناس وقلت: من يشهد لي؟ أكرر ذلك ثلاثا. قلنا: ما بك؟ قال: قتلت فلانا وأخذ فلان سلبي. قال: فبحث عنه فقال: نعم يا رسول الله، لقد صدق، سلبه عندي، أرضه مني، يعني أي حاجة كده خليش يرضى أنا أخذ هذا السلب. قال أبو بكر: لا ها الله، أضيبع في قريش بأسيد من الأنصار؟ قال: لا والله ما يصير هالكلام، أن ترجع له سلبه. يقول أبو طلحة: قال فبعته فاشتريت مخرفا، المخرف اللي هو إيش؟ البستان. قال: فكان أول ما اقتنيت في الإسلام. فالسلب كان قيمة كبيرة، مو شيء بسيط، يعني حتى أنكم تتوقع الأمر عبارة عن دروع وسيوف، وهذه لأمة وهذه زينة الناس في ذلك إيش؟ في ذلك الزمان رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام من موقف النساء كان لهم مكان موقف رضي الله عنهن، فهذه أم سليم يراها النبي وفي يدها خنجر، قال: يا أم سليم ما هذا؟ في الصحيح الحديث قالت: يا رسول الله، هذا خنجر لأبقر به بطن كل كافر يأتي إليه. فضحك النبي ودعا لها رضي الله عنها وأرضاها. ثم انحازوا إلى أوطاس، أوطاس إلى العشيرة، ذهبوا إلى هناك بعدما انهزموا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري ومعه أبو موسى الأشعري، أرسلهم مع مجموعة من الصحابة إليهم ليتبعوهم، فتبعوهم وأثخنوا فيهم القتلى، وقتل منهم في أوطاس فقط قرابة 300 من هؤلاء الكفار، ومن الذين قتلوا دريد بن الصمة، والذي قتله أبو عامر الأشعري، وبينه وكذلك إذ كمن له رجل من جشم فضربه بسهم فأقنه في ركبته.
فقال له أبو موسى: يا عمه، من الذي ضربك؟ فأشار لأبي موسى أن هذا هو الذي قتلني. قال: فتبعته وهو يولي يجري يهرب مني، فقلت له: ألست من العرب؟ شوف سبحان الله كيف يجيبه. قال: أنت منك عربي؟ العربي ما إيش؟ تعرفون المتنبي؟ المتنبي يقول في البيت الشهير: أنا الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ما بي شيء غير المتنبي من الجمادات والأحياء. وفي هو خارج طبعا راح لكافور الاخشيدي. كافور الاخشيدي كان مولى من الموالي، حكم مصر. فطبعا هو المتنبي يمدح بالمقابل والثمن، فلما مدح كافور ما اعطى شيء وكان بخيلا، فراح ذمه فقال: اذا اشتريت العبد فاشتري العصا معه، ان العبيد انجاس مناكيد، في رساله داريه كده طويله شوي. فقام كافور ارسل قال: جيبوه هذا، وونتد داي اور لايف، هذا مطلوب حينا وميتا، لا تجيبوه هذا. فخرج العدو في اثره يطلبونه يجيبونه، فهرب هو وغلامه وابنه، فادركوه في البيداء فاعطى العنان للريح وهرب. فقال له ابنه: يا ابتا، ألست القائل: أنا الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال: ثكلتك أمك إنك قاتل. الآن قلت لك تذكرني بالبيت هذا، قلنا احنا في ساعة استراحة والشعراء يتبعهم الغاوون. وقال السلف: وأعذب الشعر أكذبه، وأعذب الشعر أكذبه. فرجع فقاتل فقتل. الشاهد فرجع الرجل لما قال: أنت منك عربي؟ هذه الحركات تسويها. فرجع قال: قاتلته وعلوته ضربتين فقتلته، وأخذت سلبه، ثم رجعت إلى عمي إلى أبي عامر فقلت: قتل الله عدوك يا عمه. قال: فأخرجت السهم فخرج الماء، معناها أنه ميت، ما خرج دم، خرج إيش؟ ماء. فعرف أنه يموت. قال: يا ابن أخي، بلغ رسول الله مني السلام صلى الله عليه وسلم، وقل له يستغفر لي. فلما رجعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا عامر يسألك أن تستغفر له. حديث البخاري. قال: وخالفني على الناس فترة، اللي هو الأمير كان مين؟ إلى أوطاس أبو عامر. فهنا الآن أصبح الأمير بداله يكون أبو موسى الأشعري. قال: فرفع النبي يديه حتى رؤي بياض إبطيه وهو يدعو لأبي عامر، ثم دعا بدعاء قال: اللهم اغفر له وارفعه على كثير من عبادك وارفعه على كثير من الناس، واللهم اغفر لأبي موسى. أبو موسى مين؟ الأشعري. اغفر له ذنبه. فدعا لي ودعا لعمي إلى مالك بن عوف النصري، أخذ بقية ثقيف وجشم وذهب بهم إلى حصون الطائف، وهنا بقي فتح جديد. فالنبي وجد الغنائم. تعرفون كم كانت الغنائم؟ ما غنم المسلمون غنيمة كغنيمة حنين، 6000 من السبي من النساء والأطفال، هذه واحدة. 4000 أوقية من الفضة، الأوقية 30 جراما، يعني 34 كم؟ 120000 جرام من إيش؟ من الفضة. 24000 من الإبل، 40000 من الشياء، غنيمة يعني مد البصر. ولذلك النبي كان يعطي إيش؟ بالمئة، يعطي بالمئة رضي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: تبقى تلك الغنائم حتى نرجع من الطائف ما فنقسمها. فماذا حدث في الطائف؟ هذا إن شاء الله يكون مجلس القادم عن غزوة عظيمة هي غزوة الطائف. نذكر اخواننا الفضلاء غدا الخميس الاربعاء 9 من شهر الله المحرم الحرام الاصم، وبعد غد الخميس. ومراتب الصيام اصحها مرتبتان، الاولى 9 والعاشر، دليلها عند مسلم البقيت الى قبل اصومنا 9، والمرتبه الثانيه 10 ان يفرد من حيث بقتاده عند مسلم صوم يوم عاشوراء يكفر السنه التي قبله. قال اهل العلم كما نقل ابن رجب وابن حجر وغيرهما: يكفر الصغائر دون الكبائر، فلا بد للكبائر من احداث التوبه ورد المظالم الى اهلها. ويجوز في المحرم ان تصومه كله كما صح من حديث ابي هريره: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال ابن القاسم: وفيه دليل على النفي المطلق، لو سلط المحرم كله فلا
فلا حرج عليه. صلى الله عليه وسلم وسدد الرشاد. اللهم وفقنا لكل خير وعنا على كل بر. اللهم وفق المؤمنين وتحب وترضى وخذ بنواصيهم الى البر والتقوى. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسلمين من المرسلين تب علينا توبه نصوحا وارحامنا وامهاتنا واصحاب الحقوق علينا وفي اهل هذا المسجد واهل هذا الحي. تبارك الله المحمود له المكان والمجود. ثم الصلاه على محمد ثم الصلاه على النبي واله ما له.